ولكن مهم جدا ناخد الفيديو ده ونسمع الحكم محمود عاشور وهو بيتكلم عن مين بقى؟ رئيس لجنة الحكام الحالي، عشان عندنا تعقيد مهم جدا. القصة بدأت مع الأجانب اللي جت، أنا يعني ما كنتش عارف الموضوع فين، وأنا مش بتاع خناقات ولا يعني أموري بسيطة وسهلة، ما عنديش مشكلة خالص. ما اتلحقت إزاي؟ لا اتلحقت إزاي دي أنا مش عايز آخد الحلقة، بس لا خد لي دقيقة كده. طيب يعني أنا بص، صدفة طبعا، أنا حاولت طبعا مع المجلس، قال لي إحنا جايبين خبير أجنبي، وطبعا خبير أجنبي هو جاي طبعا علشان خاطر حائط صد، يعني حائط صد هو منصب سياسي يعني، مش إنما كتطوير إحنا عندنا ناس قدهم 10 مرات فعلا. لا خالص يعني، والحقيقة يعني صرفنا دولارات، صرفنا فلوس ملهاش أي قيمة ولا لها أي لازمة خالص، والله العظيم. والناس حاسة بده يعني، أكيد الناس لمست الكلام ده. فطبعا بدأت الحكاية، لا انت بالنسبه لي 45 سنه خلاص بطلت. ده كلاتنبرج؟ ده كلاتنبرج. ثم بريرا؟ بعدها بقى كان مصر بريرا اخرنا 12، كنت انا ومحمد عادل اخرنا شهر 12 عشان حكام دوليين، وما كنتش موجود في معسكر الاليت اللي كان اللي كان عامله مصر بريرا في الاول خالص. فطبعا زي ما قلت لحضرتك كان بتاع دوشه، رحت رايح لاتحاد الكوره الاستاذ جمال علام، انا عايز اعرف بس التحكيم ده بتاع مين؟ مين بابا التحكيم في هنا؟ أيوة. اكلم مين؟ قال لي في ايه؟ قلت له انا معسكر الاليت، طلعت الاسماء وانا مش موجود. هو الحقيقه يعني انا ربما تفهم ان كابتن شوبير اكيد يعني ربما مراعاه لضيفه هو يعني حاول يعدي الموضوع، ولكن اي حد بيناقش ملف التحكيم في مصر يعرف ان احنا قدام تصريحات كارثيه ومستحيل تسمعها في العالم كله. وانا بقول لكم محمود عاشور ده لو افضل حكم في كاس العالم، مش في كاس امم افريقيا، في كاس العالم، اللي لعب نهائي كاس العالم وطلع له كده جايزه وشهاده من الفيفا ان انت افضل حكم في العالم وافضل حكم في كاس العالم وحكم ماتش واحد بعد اللي قاله ده، تبقى كارثه. انا مش متخيل الراجل قاعد بينتقد وبيقول انه ملوش لازمه فيريرا رئيس لجنه الحكام اللي هو حكم فيها وبيتقاضى راتبه على الفاضي. طب الراجل ده لما ياخد مباريات بعد كده انت تفهم ايه؟ انت متخيل كان لاعب في نادي، اللاعب ده ما بيلعبش مع المدير الفني حتى لو هو سوبر ستار وعنده راي فيه، فيطلع في الاعلام يقول المدير الفني ده لا يصلح وجاي ياخد فلوس بالدولارات وبس وملوش قيمه، وتيجي بعد كده تلاقيه بيلعب. يا جماعه التصريح ده الف ب عمل مؤسسي في اي مكان. لو حكم هيطلع يقول على رئيس لجنة التحكيم الأجنبي بتاعه ملوش لازمة وبياخد دولارات بس ويرجع يحكم بعد كده، فصدقوني احنا قدام كارثة تحكيمية. وما ترجعش حد بقى يسألني هو التحكيم المصري ليه فرق عن التحكيم بره وليه بيحصل فيه كده، لأنه واضح أنه صراع جوه، توازنات وحرب، تكسير عظام وموازين قوة. نتمنى أن كنادي أهلي ما يدفعش ثمن ده. هو قال يا فارس محمود عاشور، قال لك أنا عايز مين أعرف مين بابا التحكيم، وواضح جدا اللي تم تعيينه بالشكل ده أن هو اتحاد كرة القدم، وبابا التحكيم ممكن نسأل عنه وجبات الملوخية اللي حضرتك بتكون حاضر فيها، لكن ده كان جزء مهم جدا على التحكيم. أنا الوضع صعب يا أسامة، وأنا ما عنديش مشكلة أن أي حكم يا جماعة ممكن يكون مستواه الفني جيد سيء، ولكن طول عمرنا نعرف ان الامور تستقيم لما تحافظ على ثوابت اي عمل. حكم يطلع يهين رئيس لجنه حكامه بالشكل ده ثم اللي بياخد مباريات في الدوري، يبقى معروف كده ان الحكام اقوى من رئيس لجنه الحكام، ويبقى من الاخر القصه ماشيه بشكل غلط، وكانت رساله مهمه جدا.